أهلا بكم أعزائي المشاهدين ومرحبا في حوار آخر. اليوم موضوع وهو ونحن ما زلنا في احتفالات ثورة ديسمبر، تشهد البلاد تحالفات سياسية عديدة وتكتلات شبابية في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة. الحرية والبحث عن السلام وربما المشاركة في السلطة والثروة أهداف مشروعية أو أهداف مشروعة لكل السودانيين. فهل الظاهرة مشاركة وتمثيل لم تجد في من سبق الكيانات معبرا عنها؟ أم استعدادات جديدة من قوة سياسية شابة لمرحلة الانتخابات؟ لمعرفة المزيد معنا السيد عمر آدم عمران القيادي بتحالف تجمعات قوى الهامش، والأستاذة الهادي آدماي آدم رئيس اللجنة الاشترافية العليا لتجمعات قوى الهامش. أستاذ عمر أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم، ونحن سعداء جدا أنه نكون معكم في هذا الاستوديو. وأستاذ الهادي أهلا ومرحبا. مرحبا بكم قناة الشروق، وفي البداية نهني الأخوان المسيحيين في عيد المسيح يوم 25/12 اليوم. ومرحبا بالمشاهدين، مرحبا بك أنت كمان، لنا الشرف أن نكون معكم في هذا اللقاء. الله يخليك. يعني عمر والهادي، تعدد الكيانات بعد الثورة، في انفتاح سياسي، في انفتاح مطلبي، هل في تقديركم دي ظاهرة صحية؟ طبعا التعددات طبعا ما ظاهرة صحية، لكن المسببات كانت واضحة، لأن احنا كنا جزء من التغيير نفسه وكنا جزء من الحراك نفسه في ميادين الاعتصام وفي اللجان المقاومة وفي المواكب، في كل المحاور كنا موجودين. لكن بعد فض الاعتصام والخلاصة بتاعت الوثيقة الدستورية والوثيقة السياسية، نحن رأينا بأنه الحرية والتغيير نفسها هي أخذت شرخة من المسار بتاعت الثورة. عشان كده اتخذنا قرار بأنه يكون عندنا تحالف تجمعات قوى الهامش عشان نعمل عملية تصحيح لمسار الثورة السودانية. نعم. أستاذ عمر، نحن حقيقة منذ الحراك الثوري نحن طلعنا الحراك وكنا ناس مستغلين من دون أي توجه سياسي. قد يكون اللي هو تحالف تجمعات قوى الهامش هو مجموعة من الكيانات الشبابية المستغلة. نحن من أوائل الناس بدأوا فكرة أنه يكون في مكون مستغل، وبدأناه اللي هو بتضامن الثوار الأحرار. صحيح التعدد بتاع الكيانات السياسية قد يكون، يعني نحن ذاته عندنا يعني وجهة نظر في أنه نجمع كل الكيانات الشبابية تكون تحت مظلة واحدة اللي هو تحالف تجمعات قوى الهامش السوداني، لأنه التعدد الكثير هو قد يكون يعني يؤدي اللي هو لأفكار متعددة ومخالفة. فلذلك نحن نرى أنه أي وجهة نظر مغاربة تكون في تحالف، حتى أنه الناس تكون في تكتلات بسيطة تقدر تؤدي دور يعني جيد وإيجابي. فلذلك بدأنا هذا التحالف، والتحالف الآن أصبح تحالف استراتيجي في الساحة السياسية. ونحن في فترة ساحة الاعتصام كان لنا دور كبير جدا، لكن الفترة بتاعت الاعتصام وبتاعت الثورة كان الإعلام اللي هو موجه للحرية والتغيير فقط، ولكن نحن صوتنا كان واضح جدا حتى لآخر لحظة بتاعت فض الاعتصام. نحن اللي اتخذنا قرار إنه الناس تعلن حكومة مدنية من ساحة الاعتصام. نحن اللي كنا صوتنا واضح جدا إنه ما راجع أنا ليا مطالب. تكتلات قوى الهامش، يعني أنا حجرجع للتفاصيل دي، لكن أستاذ هادي، يعني أنت رئيس اللجنة الاشترافية العليا لتحالف قوى الهامش، كلمنا عن التأسيس والفكرة العامة لهذه القوة. الفكرة العامة طبعا احنا بنؤمن بأنه الواحد أسسته متين؟ التحالف أسسناه بعد سقوط الثورة في السودان. احنا نعتبر أنه 28 رمضان هو ده انحيار لمبدع بتاعت الثورة السودانية، لأنه ما كان قاصدين أنه يعني يوم من الأيام المجلس العسكري والحرية والتغيير يعني يكونوا شركاء في فض الاعتصام.
لانه نحن هم قالوا هم شراكه اساسيين في الثوره السودانيه، واتضح لنا انه في شرخ ثاني او في تيار ثاني. يعني انت بتقول انه الحريه والتغيير هي شريك في فض الاعتصام؟ شريك في فض الاعتصام، الحريه والتغيير والمجلس العسكري. كيف؟ فلذلك نحن اتخذنا قرار بانه لابد انه نحن نحافظ على الثوره ونصحح مسارات الثوره. نحن لا ننكر انه الحريه والتغيير والمجلس العسكري منهم الشرفاء شاركوا في العمليه بتاعت اسحار القوه والعمليه بتاعت التغيير، لكن برضو البادره اللي حصلت في فض الاعتصام نحن اتخذنا قرار واضح بانه لسه في خرخ بالنسبه للحريه لمبادئ بتاعت الثوره واحزاب الثوره، وفي تدخل من الاحزاب السياسيه اللي هي لا زالت العقليه بتاعتها عقليه مركزيه وعقليه بتاعت هيمنه. فنحن اتخذنا على هذا المبدا بانه يكون عندنا استراتيجيه بديله بالنسبه للوضع الراهن، فاطلقنا البرنامج بتاع تحالف جماعه قوى الحامش على انه يكون في نواه بالنسبه للتصحيح بتاعت مسار الثوره. انه الناس في 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 الثوره ذات عندها مفاهيم قاطعه، فان الناس بتعتبر انه الثوره دي من اجل رقيف او وقود او خيره، لكن احنا قاعدين نقول ان الثوره دي من قبل 89 او من قبل 30 سنه، من قبلها في مشاكل اساسيه في السودان. فمن حيث المطالب ده احنا قاعدين نطالب بانه يكون في تغيير جذري، يكون في نظام يتقبل كل الناس، يكون في حقوق تسترد للاخرين ولكل شعب السودان، يكون في موازنه اجتماعيه واقتصاديه عشان الناس تمشي لقدام. فوضعنا استراتيجيه بانه الاحزاب اللي كانت شاركت في الحكومه السابقه والاحزاب اللي كانت موجوده في السودان منذ استقلال السودان ليومنا هذا، كل احزاب قد تكون انتمائيه او احزاب قد تكون تتقوقع في دوائر محدوده او احزاب قد تكون مركزيه، يعني ما قد تحقق للشعب السوداني شيء، حتى التنظيمات السياسيه الاخرى. فنحن اعتبرنا انه الاحزاب دي هي ما قد تكون عندها الولاء الكامل للسودان، بل قد ترجع للمصالح الشق الاكبر. فنحن انقرضنا بانه لابد انه التحالف يكون فيه كل الشعب السوداني. بدينا في شرق السودان، عملنا ندوات في القضاري في كسلا وبورسودان، وجينا في الخرطوم، وعندنا مكاتب في الشندي وعطبره الشماليه نفسها، عندنا مكاتب على يعني قول هامش ما عندها جغرافيا محدده، هي تعوي كل الشعب السوداني وكل الحامي السوداني، والعضويه في التحالف من كل التنوع السوداني، وحتى المكتب التنفيذي من كل التنوع السوداني او اللجنه الاشرافيه. فنحن عندنا رساله واضحه دارين ننزلها للشعب السوداني، وعندنا برنامج واضح اللي هو دارين نعمل تغيير، ودارين ننزل مفاهيم جديده لان الناس تقدر تباشر نشاطها في العمل ده. طيب يعني انتوا من وين جبتوا المكتب التنفيذي عمر؟ نعم، نحن اللي هو يعني كيف يعني كيف استقطبتوا القوه الموجوده عندكم؟ استقطبتوها كيف؟ اللي هو نحن الحراك حقنا اللي هو بدا في مرحله الثوره وانصهر في محيط القياده في ساحه الاعتصام. بعد ذاك الافكار بدات تتطور وبدا منها مشروع بتاع التحالف. المكتب التنفيذي اللي هو في تكتلات داخل التحالف الكبير ده، هو يضم كميه من التكتلات الشبابيه المستغله الما منطويه تحت احزاب. بعد ما اخذنا رؤيتهم قمنا كوننا اللي هو لجنه اشرافيه. اللجنه الاشرافيه اللي هو بتمثل الكيانات الموجوده برضاها تام. فنحن قصدنا انه في التحالف انه يكون يعني حتى الفكره اللي بيأديها التحالف بتختلف تماما عن الفكره التقليديه اللي كانت من الاستغلال. كيف؟ نحن الان رؤيتنا انه منذ الاستغلال وحد اخر لحظه انه صحيح في كيان بتاع دوله سودانيه، لكن يعني الاداره بتاعت الدوله السودانيه منذ الاستغلال وحتى الان يعني هي بترجع للانتماءات الضيقه. فلذلك نحن في التحالف راينا انه يجب انه يكون الولاء الاول للوطن. ما عندنا فكره انه يعني يكون في انتماء ضيق لحزب ولا طائفه. نحن دايرين الولاء الاول يكون للسودان. بعد ذاك اللي هو بدات الفكره وانتظمت ورحب بها جموع الشباب المستغلين بما فيها الشباب في الاحزاب ذاتهم، رحبوا بالفكره. نحن ما موقعين في اعلان حريه والتغيير. لذلك يعني قررنا انه سنقود المسار بتاع اللي هو مرآة الثورة السودانية. إذا في أي خلل في الحكومة
نحن اللي بنعكسه للشارع. فتبنينا هذا الخط وتوافقنا عليه في التحالف وانطلقنا به. تحالف تجمعات قوى الهامش يعني نحن ما قصدنا به منطقة معينة ولا جهة. نحن كلمة هامش بمعنى انه انت يعني اللي هو اخصتني في 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 شيء او ابعدتني من شيء يعني مفروض انا يكون جزء منه. وخاصة عملية الحوار تمت بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري. يعني اصلا نحن بجد يعني كان عندنا فيها رأي واضح جدا بما فيها الوسائق التوقع الزادة. لكن قبلنا لضرورة المرحلة. لضرورة المرحلة. احنا يعني هننتقل الان اعزائي المشاهدين الى قاعه الصداقه، نقل كلمه الدكتور عبد الله حمدوق رئيس مجلس الوزراء بمناسبه احتفالات ثوره ديسمبر المجيده، فالى هناك. اخ دوله الدكتور عبد الله حمدوق رئيس الوزراء، الرحمن الرحيم. جماهير شعبنا الأبي، شباب وشابات بلادي صناع التغيير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والعودة الميمونة لمفقودينا. المجد لله في العالي والتانية الخالص للجميع بأعياد الاستقلال المجيد وأعياد ميلاد المسيح والعام الميلادي الجديد. تمر علينا هذه السنة ذكرى أعياد الميلاد ونحن نستعيد تقاليد راسخة لشعبنا لجعل هذا اليوم عطلة لكل السودانيين. نحتفي اليوم بالذكرى الأولى لثورتنا الخالدة التي غادها شباب ونساء ورجال هذا الشعب العظيم كل أرجاء بلادنا الحبيبة من خلال معركة شرسة وطويلة انتصرت فيها إرادة التغيير وانتصرت فيها الكرامة على الاستبداد وانتصر فيها الشعب على جلاديه. أيها الشعب السوداني العظيم، كان للتاريخ موعدا مع كنداكات بلادي وشبابها الواعي الذين جعلوا هذه الثورة تحت أنظار العالم ونموذج للتغيير السلمي، مهتدين بقيم رفيعة وسامية هي قيم الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة. شعبنا الأبي الكريم، فنم هذه اللحظة التاريخية لأتصفح معكم اليوم بعض صفحات كتاب إنجازات وتحديات الفترة الماضية والذي بدأت في سبتمبر وإلى اليوم. أولاً تشكيل السلطة الانتقالية، إن من أهم محطات المرحلة الانتقالية تشكيل مجلس السيادة بالشقين المدني والعسكري
وتعيين مجلس الوزراء والرئيس القضاء والنائب العام. تبقى تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات ومؤسسات الحكم المحلي، وجاري التشاور حول ذلك. ثانيا، تفكيك دولة التمكين. تعلمون جميعا ان ثورتنا تجابهها تحديات كثيرة تتمثل في التركة الثقيلة التي خلفها النظام البائد، والذي حول الدولة السودانية الى ضيعة خاصة لمجموعة صغيرة من شبكات المصالح الاقتصادية التي نمت في ظل الفساد وآليات القمع والاستبداد. إن تفكيك دولة الحزب الواحد لبناء دولة الوطن هو هدفنا، وقد كان قانون تفكيك دولة 30 يونيو خطوة مهمة في هذا الاتجاه. دولة الوطن عمادها حكم القانون والمحاسبية وبناء المؤسسات واستيعاب الكفاءات والكوادر المؤهلة من خلال سياسة الفرص المتساوية لكل السودانيين. ونؤكد أننا لن نتهاون اتخاذ القرارات الحاسمة وتطبيقها بصرامة، ولكننا وتتفقون معي لا نحمل حقدا ولا نتخذ الإجراءات على سبيل الانتقام، ولن ندخل الظلم في قاموسنا مرة أخرى. ثالثا، تحقيق العدالة. يمثل العدالة أحد الأضلاع الثلاث لشعار ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، وعدالة. ونؤكد لشهدائنا وجرحانا ومفقودينا من موقعنا هذا إن العهد باقي بإقامة العدل وبأن يأخذ القانون مجراه على كل قاتل وظالم وفاسق. وسنحرص على ملاحقة المتورطين، ونؤمن إن جرائم القتل وجرائم الحرب والإبادة الجماعية لا تسقط بالتغادم. أما في جريمة قطع اعتصام القيادة العامة، فقد شكلنا لجنة التحقيق من مجموعة من السودانيين المشهود لهم بالكفاءة والوطنية، وسنعمل على أن تتم محاكمة كل المجرمين الذين استحلوا دماء شاباتنا وشبابنا، وأن ترد لأسر الضحايا كرامتهم. رابعا، تحقيق السلام. يتصدر السلام أولويات حكومة الفترة الانتقالية. تتفقون معي وبدون سلام عادل ومستدام لن تتحقق أهداف الثورة من حرية وسلام وعدالة. إن رؤيتنا لهندسة وصناعة السلام في السودان تستند على 5 محاور، والتي يجب أن تخاطب جذور المشكلة السودانية. هذه المحاور نجملها الآتي: أولا، الحكم والإدارة. لذلك يجب أن تخاطب قضايا الهوية وشكل الحكم. 2، قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب أن تخاطب التهميش والتنمية الغير متوازنة. 3، الترتيبات الأمنية، وهنا نهدف لبناء جيش وطني مهني بعقيدة عسكرية جديدة تعكس الثراء والتنوع السوداني. يجب أن نرى كلنا روحنا فيه. الدعم الإنساني، والذي يجب أن تحقق ضمان توصيل المساعدات الإنسانية والدعم لمواطنينا في كل مناطق النزاعات دون قيد أو شرط. 5، التشريعات والقوانين، والتي تعتمد على معالجة قضايا العدالة الانتقالية
والتعويضات وعقد المصالحات المجتمعية، واقفين على ذلك على تراث شعبي غني وثر في هذا المجال. وقد صاحب هذا التصور لبناء السلام أيضا وضع آليات حول المشاورات المجتمعية تضمن استصحاب آراء أصحاب المصلحة من النازحين واللاجئين وكافة المضررين من النزاعات، كما قمنا بتشكيل مؤسسات تعنى بعملية تحقيق السلام بما في ذلك المجلس الأعلى للسلام ومفوضية السلام. ومن هذا المنبر لا بد أن نحيي إخوتنا في حركات الكفاح المسلح استشعارهم هم الوطن وانخراطهم الكامل معنا في جولات التفاوض الثلاث بجوبا التي أكدوا من خلالها دعمهم وتقديرهم لحكومة الثورة. وأنا سعيد جدا هذا المساء بمخاطبة الأخ عبد الواحد نور لجمعكم الكريم. نقول لهم مرة أخرى مرحبا بكم وعودا حميدا لأحضان الوطن الغالي، ولنثمن الحراك الإيجابي الذي تقوم به كافة وفود والكفاح المسلح التي زارت البلاد خلال الفترة الماضية. شعبنا الأبي، إن تحقيق السلام المستدام لا يتأتى إلا من خلال نظرة شاملة تجعل السلام قضية الوطن الأساسية وتعالج من خلالها قضايا التهميش والتنمية غير المتوازنة وفي هذا الإطار نشكر كافة الأشقاء والأصدقاء والدول على دعمهم لنا في عملية السلام. خامسا، الوضع الاقتصادي. جماهير شعبنا الصابر، وأنا أقولها هنا بالصدق وإخلاص، جماهير شعبنا الصابر، إننا في حكومة الثورة نعلم ونحس بالمعاناة الكبيرة التي أثقلت كاهل شعبنا، ونعلم كذلك حجم التحديات الجسيمة والتوقعات والآمال العريضة. ونؤكد لكم في هذه الذكرى المجيدة أن حكومتكم رغم التركة الثقيلة والخراب الذي طال كل شيء لن يهدأ لا بال حتى توفر سبل الحياة الكريمة للشعب يستحق أن يعيش في عزة وكرامة. لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض، في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة والخبز والوقود، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعهدنا عليها. تدركون أننا الآن في مرحلة إعداد أول موازنة لحكومة الفترة الانتقالية تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الدعم الموجه لقطاع الصحة والتعليم، فضلا عن توفير الرعاية وكافة الخدمات الضرورية. أنا استمعت بشكل جيد لكلمة والحرية والتغيير، ونحن مع بعض سوف ننجز ذلك. أعلم أن هناك مناقشة مجتمعية حول دعم المحروقات والذي يمثل الهم الشاغل لاجتماعات مجلس الوزراء، ونؤكد لشعبنا الكريم التزامنا بحوار مجتمعي شامل وشفاف نصل فيه لرؤية مشتركة لحل التشوهات الاقتصادية وتشغيل عجلة الإنتاج وتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطنين. في هذه المرحلة المهمة من تاريخنا أناشد كل السودانيين بالداخل والخارج للتكاتف والتعاضد، لنعمل سويا للخروج باقتصادنا من هذا المستنقع، وذلك من خلال مبادرات
الإصلاح الاقتصادي الشامل. أذكر منها على سبيل المثال ولاية وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على المال العام، محاربة الفساد، تعزيز الإنتاجية والإنتاج، إزالة التشوهات في الهيكل الراتبي، وتوفير فرص العمل الكريم للشباب، وخلق مناخ استثماري جاذب. سادساً العلاقات الخارجية. شعبنا الأبي، أهنيكم بعودة السودان الظافرة للأسرة الدولية، ولقد رأيتم الترحيب الكبير بالسودان في كل المحافل الدولية والإقليمية، بما في ذلك المشاركة الفاعلة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقيع على اتفاقية افتتاح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، وانتخاب السودان رئيسا لمنظمة الإيجاد ورئيسا لمنظمة معاهدة حظر الألغام وعضوا في مجلس حقوق الإنسان. هذا هو الدور الطليعي والريادي الذي تستحقه بلادنا. لا شك أنكم تدركون أن النظام البائد قد أدخل البلاد في الكثير من العداوات مع الأشقاء والجيران، وقد بذلنا جهدا كبيرا في إعادة العلاقات الودية مع هذه الدول من خلال زيارات واسعة شملت دولة جنوب السودان، إثيوبيا، أريتريا، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، ورئاسة الاتحاد الأوروبي ببروكسل وتشاد. ومن ثمرات هذه الزيارات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الشقيقة وترفيع التمثيل الدبلوماسي بين السودان والولايات المتحدة، وحذف اسم السودان من قائمة الدول المنتهكة للحقوق الدينية. وذلك في إطار تعزيز العلاقات السودانية الأمريكية، ونامل في القريب العاجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كل ذلك يأتي في إطار سياسة خارجية متوازنة تقوم على التعاون البناء لتحقيق مصالح السودان وتراعي المصالح المشتركة. سابعاً، المشاركة العادلة والمستحقة للنساء. تلتزم الحكومة الانتقالية بضمان تعزيز حقوق النساء في كافة المجالات مع تطبيق مبدأ التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، وخاصة في هياكل الحكم في الفترة الانتقالية. ثامناً، مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ظل الفساد قضية مؤسسية كبرى تنهك اقتصاديات السودان، وبالإشارة الإطار العام لأولويات حكومة الفترة الانتقالية التي تتضمن حزمة من إجراءات مكافحة الفساد، أذكر منها على سبيل المثال إنشاء مفوضية قومية مستغلة مختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وضرورة وضع النظم المحاسبية لضبط الأداء المالي في مؤسسات الدولة واسترداد الممتلكات والأموال المنهوبة بواسطة مؤسسات وأفراد النظام السابق. ختاماً، ونحن نحتفي بالذكرى الأولى للثورة، نقول إن السودان بثورته العظيمة قد قدم نموذج للتوافق الوطني سيقف عنده التاريخ طويلاً. فثورتنا نتاج لتحالف وطني عريض لعبت فيه النساء والشباب دوراً بطولياً خالداً. شعبنا العزيز، تعلمون أن عملية إرساد ديمقراطية تصاحبها تعقيدات وتحديات جمة
تحتم علينا المحافظة على هذه الوحدة الوطنية التي كانت سبباً في نجاح ثورتنا المجيدة. إن النموذج السوداني مبني على الشراكة بين المدنيين والعسكريين من أجل بناء دولة ديمقراطية، دولة الديمقراطية وحكم القانون. ونود في هذه اللحظة التاريخية الهامة أن نشيد بدور القوات النظامية كافة في حماية الديمقراطية كما انحازت من قبل لخيارات شعبنا الثورية. ونؤكد لشعبنا العظيم أننا ماضون في خلق مشروع وطني يهدف إلى بناء سودان تحفظ فيه كرامة وحرمة دماء شعبي، ويقوم على واحد عقد اجتماعي يشمل كل مكونات الشعب السوداني ويضمن تحقيق الاستقرار والرفاه. 2، نظام ديمقراطي مبني على إشاعة الحريات واحترام الآخر وإدارة التنوع. 3، معالجة قضايا التهميش وتحقيق التنمية المتوازنة. وأخيرا، إزالة التشوهات في اقتصادنا. المجد والخلود للشهداء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه أعزائي المشاهدين كلمة السيد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بمناسبة فعاليات احتفالات ثورة ديسمبر المجيدة. وما زلنا في حوار آخر من قناة الشروق على الهواء مباشرة، ورحب بضيفي الأستاذ عمر آدم عمران والأستاذ الهادي آدماي آدم، لكن تابعونا أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، كونوا معنا. متواصلين أعزائي المشاهدين، ما زلت أرحب بكم في حوار آخر وضيفي الأستاذ عمر آدم عمران القيادي بتحالف تجمعات قوى الهامش، والأستاذ الهادي آدماي آدم رئيس اللجنة الإشرافية لتحالف تجمعات قوى الهامش. أستاذ عمر وأستاذ الهادي، تعليق على كلمة السيد رئيس الوزراء. أستاذ الهادي، شكرا للفرصة المرة الثانية. و في البداية طبعا محمدوك، يعني نحن بنشرفنا أنه هو إنسان قادر اقتصادي ذات كفاءة عالية جدا جدا وزول ذات معايير يعني منطقية، لكن في الوضع الراهن احنا بنحتاج لإنسان سياسي عشان يقدر يتوافق مع المرحلة أو الظرف الراهن السوداني، لأن الأزمات الموجودة هي أزمات سياسية أكثر من تكون اقتصادية، لأن الأزمة السياسية هي اللي تولدت المشاكل الاقتصادية والصراعات الاجتماعية وغيرها. السياسة تقود الاقتصاد. بالضبط، السياسة هي بتقود الاقتصاد. فنحن في الفترة الراهنة نحن محتاجين لمعالجة سياسية، يعني بالذات في البرنامج بتاعة السلام، لأن السلام والسلام المجتمعي، لأنه هسه نحن قاعدين نرى إنه التفاوض الحسي ماشي فيه إشكاليات كبيرة جدا جدا في المسارات المحددة، لأنه هسه ليلة فتحوا مسار لدارفور ولشرق السودان ولجنوب كردفان، رغم إنه وللوسط، ورغم إنه الوسط ما في مشكلة كبيرة، ممكن تكون كردفان شمال وغرب فيه مشاكل كبيرة جدا وأزمات تبدأ من البترول وغيره والمياه والشرب وغيره، مفترض يكون فيها مسلك أو مسار للسلام في كردفان نفسه سنكون جزء من التفاوض. وكذلك في دارفور مثلا، احنا اذا مسكنا دارفور المسلك بتاع السلام، انا ملف السلام داير يبي بشكل اوسع، لكن واصل كلامك على خطاب السيد رئيس الوزراء. خطاب ما هو نفس الكلام اللي هو بيتكلم عن المفوضيه بتاعت السلام. وفي دارفور المسلك بتاع دارفور في السلام نفسه او في المفوضيه بتاعت السلام اللي بتوقف في النازحين واللاجئين، نحن هسه حاليا قاعدين نشوف المفاوضات الجاريه هي في مسار دارفور، انه الحركات اللي قاعده تتفاوض هي صح انها جزء من دارفور، لكن ما قاعد تمثل دارفور ككل او كشامل، لانها قاعد جزء من الكيانات المحدوده في دارفور. وبالتالي نحن بنطالب انه المشاركه تكون وفقا للتعدديه بتاعت الاقليم، لانه دارفور فيه 72 كيان وفيه اكثر من 100 وكم معسكر بتاعت نازحين ولاجئين، مفترض انه يكون في مشاركه فعاله، ويكون في دور ويكون في وجود فعال من الادارات الاهليه في التفاوض نفسه، ويكون في مؤتمرات ولجان تشكل عشان تقدر تدير عملية بتاعة التفاوض، لأنه عملية مصيرية إذا قلنا السلام شامل وسلام نهائي. ونحن في ظل بتاع التغيير، زمان كان ممكن المؤتمر الوطني يكون عنده عقبات وأجندة ويكون في خرق، لكن الناس هسه كلهم الحكومة والمعارض وكل شعب سوداني في واجهة واحدة وبرنامج واحد وسياسة واحد، وبالتالي الحرية والتغيير نفسها
وعنده برضو بعض الإشكاليات في نفس الوقت في التفاوض نفسه، إنه يعني هو بيكون داري يشارك في التفاوض والحكومة نفسها هي مكلفة مشكلة من الحرية والتغيير، فبرضو مفترض يكون في عملية بتاع الضبط والحرية والتغيير نفسها هي مفترض ترجع لصوت بتاعت المطالب بتاعت الحقيقية، وتحصل العملية بتاعت معالجات هي والجبهة السورية في إنه إدارة التفاوض نفسه ما تكون عملية بتاعت تأخير، يعني التأخير اللي قاعد يحصل من قبل الطرفين من الحرية والتغيير والجبهة السورية هي قاعد تعطل عملية السلام. احنا دارين عملية جادة في تحقيق السلام من الطرفين، ودارين انه الناس ترجع للمفاوضات، ترجع للقواعد نفسها، وتشارك كل الكيانات المدنية الموجودة هناك بالإدارات الأهلية واللاجئين والنازحين نفسهم. نعم. والشق الثاني احنا بنتكلم برضو محمد ويتكلم عن العدالة، وانه داري عمل مفوضية بالنسبة للعدالة. يعني الليلة الحكومة الموجودة حسين ده 5 شهور، نحن المشكلة بتاعتنا الأساسية في حرية سلام وعدالة من الشعارات الأساسية هي العدالة، يعني حتى الآن ما شايفين أي نشاط أو أي عمل بارز في اتجاه العدالة، فقط في محاكمة البشير وغيره في مبالغ، يعني احنا طبيعي أنها هي بالنسبة لنا كشعب سوداني صح أنه قانون في مجراه، لكن ده عملية هزلية، لأنه احنا عندنا 30 سنة في ظل الإنقاص، البشير هو مسؤول من كل الناس القادة الدولة السودانية في 30 سنة، معناه هو البشير مسؤول من آلاف المجرمين في الدولة السودانية، مفترض البشير يكون في ظل التحقيق ويجيب كل الذين ارتكبوا جرائم في الدولة السودانية بما فيهم الجرائم الجنائية والجرائم الابتزازية بالنسبة والجرائم بتاعت الفساد المالي، حتى بعد ذلك آخر زول مفترض يتحاكم في القانون. لأنه العدالة احنا بنشوفه من نفس الشيخ، وحتى الآن لسه ما في، مفترض يكون أقل حاجة 10,000 في السجون، حتى الآن ما شايفين أي عمل في العدالة، فنحن بنشوف إنه عملية بتاعت لسه النظام البائد لسه موجود في الدولة السودانية، لأنه في تعطيل بالنسبة للعدالة. فبالتالي إذا احنا قلنا تغيير، مفترض التغيير ده ياخذ محور الطبيعي. نعم. نحن حقيقة يعني مرة ثانية رحمة لشهداء هذه الثورة، وحقيقة خطاب هذا السيد رئيس الوزراء هو خطاب في معناه العام، يعني هو يعني ما كعب، لكن حقيقة الأشياء الأساسية اللي بتقود البلد للتغيير الحقيقي هي بداية العدالة بتبقى باستغلالية القضاء ومخاطبة جذور المشكلة. اتكلم عن محور السلام، السلام ده محتاج لتهيئة مناخ كاملة، سلام مجتمعي، مخاطبة جذور المشكلة. السلام ما يكون سلام بنفس عملية الحوار اللي تدار في الفترة السابقة، زي ما اتكلم اللي هو الرفيق أستاذ الهادي، انه السلام يكون اللي هو يخاطب جذور المشكلة والمجتمع ذاته. طيب انا داير منكم الاثنين، انا كيف اخلق سلام اجتماعي وتعايش سلمي؟ طيب بتخلق سلام اجتماعي في ظل انه يكون في عدالة في كل بين كل مكونات المجتمع. نعم. بكون في سلام اجتماعي عشان انه ما في انسان يحس بنفسه هو مميز من الاخر او اللي هو يعني مظلوم من الطرف الاخر. ده بكون في سلام اجتماعي. لكن اذا انت يعني حاولت انه يعني تخصي او تهمش اي طرف، فالطرف الثاني بحس بانه هو مظلوم اجتماعيا من الطرف الثاني، وبتحصل له هو الاشكالات اللي بتعطل البلاد. استاذ هادي، اول حاجه كيف نخلق السلام؟ نعم، وتعايش. تعايش اول لابد انه يكون في مفاوضيات جاده وفي مفاوضيات مستقله، والمفاوضيات تكون فيها شراكه من كل الاطراف، تنزل على ارض الواقع في المناطق اللي بتعنيها المشاكل او الازمات او النزاعات، انها تقدر تشيل الرؤيه بتاعت السلام وتنزل اليه مفاهيم السلام وتشرك قواعدهم ذات نفسها، هم يكونوا جزء اساسي، لانه العمليه بتاعت السلام هي عمليه ما سهله، وكل الشعب السوداني مضر من مشكله السلام ومضر من الحروبات، لكن في بعض المناطق ممكن تكون عندها اكثر ضررا زي دارفور وجبل النوبه والنيل الازرق وغيرها. المفترض انه الناس تنزل على ارض الواقع وتكون في لجان مستقله عشان تشارك مع الادارات الاهليه والمجتمع المدني والمعسكرات بتاعت النازحين واللاجئين مباشره، كويس، واذا الروابط الموجوده هناك هي تكون طرف اساسي في ايضاع الرؤيه وايضاع اجنده التفاوض والمشاركه الفعاله. نحن طبعا من رأي في خصوصيه بتاعت الجانب العسكري برضو لابد انه في برضو يراعوا برضو المجتمعات الموجوده هناك عشان تاني ما نرجع لميليشيات.
لانه هسه حاليا العمليه الماشيه ممكن نرجع لميليشيات في اطار عمليه بتاعت مساومات، لان الاجسام اللي قاعد تفاوض مع الحريه والتغيير نفسه او مع المجلس العسكري هي ما زالت قواعد او ما زالت ملامسه بالنسبه للقضايا بتاعت الشعب السوداني. فنحن ثاني بنرجع لنظام جديد ممكن يكون شبه النظام الفات او أسوأ منه. فنحن دار ننهي الازمه دي، عشان ننهي الازمه دي لابد انه يكون في دراسه كامله وفي برنامج كامل بالنسبه لاداره السلام نفسه وينزل على القواعد نفسها، حتى بعد ذلك ممكن يكون في تحقيق بتاع عمليه السلام. الاسراع في تحقيق سلام هو كان نتج في الفترات اللي فاتت اكثر من كم اتفاقيه كانت تمت مع المؤتمر الوطني، لانه نتيجه بتاع الضحف من الجانب بتاع القصم وضحف من الحكومه بتحصل عمليه بتاعت مساومات، بتحصل عمليه بتاع سلام، ويكون السلام دي في مجموعه محدوده يجوا يدوروا عمليه بتاعت السلام وتنتهي بدون معالجه بتاعت المشكله نفسها او بدون معيار السلام اللي بيتكلموا عنه. طيب اذا يعني السؤال هذا قلنا لك انه كيف نحصل المجتمع السوداني ده؟ نحصنه؟ ايوه نحصنه. ضد القبلية والعرقية والجهوية. لأنه دي بتكون هي إكمال كامل لعملية السلام. ايوه عشان نحصنه ضد لابد إنه يكون في يعني استقلالية بتاعت الـ 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 العملية بتاعت السلام نفسه. إنه السلام نفسه صح إنه في حركات لا أولويات ولا وجودها الميداني أو وجودها في الفترات الفاتت هي شريكة في العملية بتاعت التخيير. لا أنا بتكلم عن السياسة، أتكلم عن المجتمع، أنا دا أعمل حركة اجتماعية ألغي فيها أي قبلية أو عرقية أو جهوية. فتفتكر شنو الترياق اللي بيحصل المجتمع من القصة؟ ببرنامج اللي هو نحن حسي شغالين في إطار تحالف تجمعات قوى الحامش للتصحيح بتاعت المشاكل أو النزاعات اللي حصلت من قبل النظام الفات و توحيد الكيانات المدنيه والصلح الاجتماعي في الدوائر الجغرافيه في انحاء السودان كله بالنسبه لتوحيد الرؤيه ولاخراج مثلا برنامج واضح يكون فيه شراكه كل الناس وكل الناس يكونوا مسؤولين من الـ من الـ من الرؤيه السياسيه والبرنامج السياسي. عمر كلمه هامش دي يعني حتى شايف السيد رئيس الوزراء قبل شوي في كلمته استخدمها. هامش فاصبحت كلمه كده زي اللافته لكل سياسي في السودان. سواء كان من وإلى يعني الحكومة تقول لك والله نحن دارين نراعي الهامش والمعارضة يقول لك نحن من أجل الهامش، لدرجة أنه أصبحت الكلمة ذاتها مستهلكة. فشنو الهامش في تقديركم أنتم الآن قوة هامش نفسه؟ الهامش ده اللي هو يعني الإنسان بكون معاك هو في برنامج محدد، لكن أنت قد تنفذ البرنامج دون أن ترجع له. فيعتبر كيف يعني ترجع له؟ يعني عدم اللي هو الاشراك الطرف الاخر او الحوار مع الطرف الاخر او اخصاء الاخر دي تهميش. يعني الاخر الاخر ضمنه هو انه احنا عندنا مشكله بالسياسه، يعني كل الشعب السوداني كله داير يكون سياسي. نعم اللي هو التهميش ذاته يعني انواع. في تهميش يعني بينطبق على الـ 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 الإنسان جزء منه. يعني مثلا إذا 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 اتكلمنا عن إنه الإنسان اللي بيكون اللي هو في 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 الخرطوم قد يكون مهمش في بعض الأشياء، مثلا اللي هو مهمش اللي هو اجتماعيا أو اللي هو يعني في بعض من الاختصاص، لكن في بعض المناطق بتلقى الإنسان ده بتنطبق عليه الحاجات دي كلها. مهمش اللي هو اقتصاديا اجتماعيا صحيا أمنيا، دي بتلقاه بتنطبق على بعض إنه الإنسان. بتفترض إنه الفقر هو تهميش؟ ألا الفقر هو مش تهميش. التهميش هو في الإنسان اللي خلق الأزمة بتاعت الفقر ذاته، هو ده التهميش. لكن الفقر في 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 نفسه هو يعني ما بكون عملية مصطنعة. يعني تلقى إنسان اللي هو همشك اقتصاديا، يعني حاربك اقتصاديا، اللي هو قام يعني أخصاك في عملية التنمية، أبعدك من بعض الموارد، أدار الموارد بطريقته الخاصة وهمشك من إدارتها، هي دي اللي بتجيب الفقر ذاتها وبتخلي الإنسان إنه يكون مهمش اقتصاديا إما ثقافيا. لا همشك من إدارتها، ما هي الدولة بتدير الموارد يعني شيء ما في اثنين ثلاثة. همشك من إدارتها
ولا ما أشركك في فائدتها؟ في فرق بين اثنين كبير جدا. نحن الآن في الدولة السودانية منذ الاستغلال وحتى الآن مشكلتنا مشكلة بتاعت إدارة الدولة. كويس. الإدارة حقتها إدارة سياسية، والسياسة اللي هو الاقتصادية هي السبب الأساسي في عدم تقدم الدولة. فالتهميش، الإنسان قد يكون دار الاقتصاد لكن ما أشركك في طريقة الإدارة حقته، لذلك هو بكون إدارته بتكون خاصة به هو، على أساس إنه يعني يحاول يعني يحتكر على نفسه أو على منطقة معينة أو على مجموعة معينة، لذلك يعني بتلقى الطرف الثاني هو بيعاني اقتصاديا. سيد الهادي، أي طبعا التحميش الاقتصادي ده هو واضح في السودان وما دار يعني، لا أتكلم عن فكرة هامش يعني الحرامي يعني، بحيث إن أصبحت كلمة مستهلكة جدا بيستخدم بتستخدم حقوق المعارض يعني الواحد. هي المفترض تساعد أكثر من كده كلمة الحامش، لأنه دي الفرصة الوحيدة أو دي الفرصة الأخيرة، هي لفتة السياسية الأولى يعني. هو الفرصة الأخيرة إنه مفترض كل مكونات الحامش أو كل الشعب السوداني اللي بيعنيه الحامش مفترض إنه يقدر يعزز موقفه ويبقى واقع حقيقي يعني. كيف بيفكر حال غطوا الله الحامش ده ما جغرافي؟ أي ما جغرافي ما يعني. يبقى ألقى مفهوم الحامش هو شنو؟ مفهوم الحامش إنه حسي الليلة تلقى الحلفاويين والمحص والضناقلة هم بيقولوا إنه هم ذاته حامش. أيوة. تلقى عملوا حركة ناس نهر النيل. أيوة. جزء منهم برضو بيكونوا محمشين. نعم. تلقى دوائر محدودة هي اللي قاعد تعاني المركز اللي هي متسلطة على السلطة بتاعت الشعب السوداني ومتهيمن عليه. نصر رياض وخرطوم ديل مجموعات معينة، ما أدري نذكر الاسميات أول كده. نعم. لكن ديل هم متحمشين على ونزلت على المؤسسات الدولة كلهم بتلقاهم هم المعينين هم بيديروا مؤسسات الدولة أو بيديروا شؤون الدولة، إذا كانت في المؤسسات الشرطية أو النظامية الأخرى أو المدنية الثانية أو العلاقات الخارجية والسفارات وغيرها كلهم بيديروا، حتى الشركات الاقتصادية. طيب في مجموعات محددة الخرطوم ذاته فيها هامش. أيوة في ما في، لا إحنا جايين نتكلم عن الحامش. حامش أنا مولود في الخرطوم. لا يفرض هنا في الخرطوم. في هامش. في حامش أيوة أنا مولود في الخرطوم. والله في الخرطوم. هامش عجيب. ما أنا مولود هنا. مولود هنا في الخرطوم، مدربي في الخرطوم، ووالدي كان شغال في مصنع النسيج. كويس معك. أنا إحنا من مؤسسين متى ولد خرطوم، من الناس من بدري مولودين هنا، ممكن أجدادنا كانوا هم ذاته سقطوا أو شاركوا في الحرب ذاته بتاعت الإنجليز. أو طردوا من السودان هنا. كويس معك. نعم. لكن إحنا في ولاية خرطوم يوم من الأيام ما استنفعنا من الحكومة حاجة كده معينة، بلقى نلقى ضغوطات اقتصادية في الأنشطة الاقتصادية التجارية وغيرها من الطرق والمواصلات والشوارع، هي بتدير الدولة وبتنحب ممتلكات الدولة، هي مجموعة معينة هي قاعدة تعتبر أن السودان ده إرث بالنسبة لها، وباقي الشعوب الموجودين هم ديل إحنا بنعتبروا منه حامش. وفي الحامي ذاته في حامش الحامش، الحامش الحامي ديل بتكون في المناطق بتاعت الأطراف اللي هي بتكون فيها الموارد الأساسية زي البترول والماشية والصمغ العربي وخيره من الموارد اللي هم بيكونوا طالعين من تحت أقدامهم، وبتجي في خدمة ما الدولة ما بينالوا من حظها شيء، وبيجي في خدمة الدولة في البنك السودان هنا وهم ما بينالوا منها شيء، هم دي الحامش الحامش. فعشان كده الحين لما نتكلم عن التخيير الحامش ذاته دريان. أيوة. لما نتكلم عن التخيير دارين دولة تكون لا مركزية. نعم. عشان إنه كله يخليهم يدير الاقتصاد بنفسه ويوظف الاقتصاد بنفسه، ما الاقتصاد كله يتحول للمركز عشان انه مجموعه معينه في المركز هي تعتبر انه الخزنه دي او الدوله دي حقتها هي تتوظف الموارد والاستثمارات ده على حساب الخاص ويبقى خل ما شايف انه كلامك ده هو الان الخلق فكره المسارات داخل الحوار على السلام يعني انا اتكلم يعني قطعا الكلام عن المسارات هو كلام ناتج من فكره الهامش، فيبدو انه كله هامش اذا احنا عجزنا المصطلح بشكله، كله هامش داير يقوم يأمن موقفه فتحول قصة لمسارات، مسار دارفور براو، مسار الشرقي براو. والله أنا القصة دي لو وقفنا حولها كده ما بتعطل عملية السلام. شوف أنا دار وبين الدولة السودانية، أنا دار أقول لك حاجة، ما بتعطل من عملية الدولة السودانية، لأن الدولة السودانية أصلا كانت متعطلة من بدري. نحن أصلا ما مستفيدين من الدولة السودانية ده حاجة خير بشر آليات جايين جايين نكون آلية بتاعت حاصدة بالنسبة للمركز والمركز بيستفيد، فنحن ما عندنا مشكلة لأنه ما زال إنه شعبنا بيتعرض لاغتصاب لقتل للنهب لحاجات كتيرة جدا متقطل مسيرته في حياته كله فبالتالي إنه نحن أنتم بتتكلموا عن الدولة لأنه أنتم مستنفعين من المركز هنا نفسه، عشان كده بيكون عندكم التأثير
في اطار تعطيل مشروع الدوله، لكن احنا قاعدين نتكلم عن اداره الدوله، انه لازم انه التنوع السوداني ده يكون جزء من اداره الدوله. فلما نتكلم عن المسارات هو ده عمل جميل جدا جدا، وده من اللازم انه يبقى عشان بعد ذاك انه يعني لما المسارات انا مع المسارات لما نحصل للمؤتمر الدستوري انه المؤتمر الدستوري ده يكون مشاركة ذات عبر المسارات لكن ما بالضبط ما يجي مجموعه بتاعت 50 حزب ولا 100 حزب من الخرطوم هنا دار تدير المؤتمر الدستوري بالوانه الكثيره دي وهي كلها في نفس الوقت مركزيه. نعم فهمت كلامي؟ لا تموت للمكان بيصير بالضبط دايرين الاداره بتاعت المؤتمر الدستوري. الرساله وضحت يا استاذ الهادي. عمر في اقل من دقيقه كيف نبني الدوله القادمه؟ الدوله القادمه هي بتبني اللي هو بالاحتراف بالتنوع الموجود في الدوله السودانيه. انه مشاركه اللي هو كل فعاليات المجتمع، الشفافيه تكون واضحه، تكون في حريه كامله. يعني نحن في النظام البائي اذا حاولت اتكلم عن حق يعني بصنفوك بانه اللي هو ده طابور او اللي هو معارض او كده. الان نحن في ظل حكومه الحريه والتغيير، اذا حاولت توصل اي رساله او تقول اي كلام بصفوك انه كوز من دس حاجه زي دي. نحن انت الحكومه فاتت مغضوب عليك والحاليه مغضوب عليك. نحن يعني كنا في ساحه الاعتصام بنعلم تماما انه الحاجات اللي تم ممارستها وتغييب بقيه المكونات الشبابيه. الان الشباب اللي طلعوا الثوره الحقيقيين هم الان مغيبين تماما عن حاجات كثيره جدا. يعني المفروض تكون في شفافيه واضحه جدا وفي يعني اللي هو يعني ديمقراطيه وحريه. الحريه اللي احنا بنتكلم عنها حريه سلام وعداله، الحريه دي لازم تكون متاحه ان احنا نسمع راي الاخر حتى ولو كان يعني مخالف رايك، عشان انت تقدر اللي هو صحح الخطا حقك. لكن اذا الناس دي بتصفر لك الزمن كله وبتقول لك انت ماشي، يعني النظام الفاسد سير لحد ما صار به اللي هو للفساد وللحاجات اللي حصلت. الان معظم الناس مضللين اللي هو يعني عن النظام الجديد بتاع الحريه والتغيير، وهو ده انا برى انه لازم يكون في نظام يعني يصحح ويعكس الاخطاء الماشيه. الاخطاء الماشيه نحن تكلمنا عنها منذ اداره الحوار بين الحريه وبين العساكر وحتى عمليه توقيع الوثيقه. يعني الاخطاء الحاصله دي كلها ما قاعدين يتفهوا لها الناس. يعني انت عمر لانه احنا زمان انت ما زلت ترى انه ما زال السودان في هامش، في النظام السابق هامش وفي النظام الحالي هامش. معظم يعني نفسي المجموعه اللي بتجي تتمركز في السلطه ثاني ما دار صوت نفس آخر. نفس النظره. انا شاكر لك شاكر لك يعني سيد عمر ادم عمران قيادي بتحالف تجمعات قوى الهامش والاستاذ الهادي ادماي ادم رئيس اللجنه الاشرافيه العليا لتجمعات قوى الهامش. شاكر لكم كثير، كثر خيركم. شكرا. اذا عزيزي المشاهد الكريم دي كان حلقتنا اليوم في حوار اخر. هذه عطر تحياتي وتحيات الفريق العامل. السلام عليكم ورحمه الله.